النقطة الثانية شهادة الأسفار المقدسة للسيد المسيح. خدام الله ينظروا باستمرار إلى مستقبل الزمان، فرجوا بإلهام الروح القدس المخلص الآتي، ودي ظهرت بصورة واضحة جدا في أسفار العهد القديم، لأن الأسفار أكد وقال تشهد له. سجلت هذه الأسفار في التكوين 3 أنه سيسحق رأس الحية، ورأس الحية هي إبليس، وأنه سيكون من نسل إبراهيم ومن سبط يهوذا. وهنا نلاقي رجاء في إسرائيل موجود أنه عمل الفداء اللي هيتم في العالم يتم بإنسان معلوم هو المسيح الموعود به. إشعياء النبي حط لي أوصاف أنه يكون عجيبا، عجيب في ولادته. أي مولود غير المسيح السماء اتهزت له، وفرح الملائكة بميلاده وظهور نجمه من المشرق، ده في سفر العدد. عجيبا في سفر أشعياء، سفر العدد بيقول ظهور نجمه في المشرق، قال عنه أنه مشيرا، يعني مزخر فيه كل كنوز الحكمة والعلم، وقال عنه أنه إلها قديرا أبدا أبديا. يؤكد إشعياء النبي في إسحاق 7 أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، يقول عمانوئيل أي الله معنا. والمخلص بنفسه في إنجيل يوحنا يقول أنا والآب واحد. يقول عنه أنه رئيس السلام، والسلام حاجة تخص السيد المسيح. أكتر من كده، زكريا النبي يسجل وصف الموكب الداخل إلى أورشليم يوم أحد الزعف، وكيف استقبله الأطفال في زكريا 9. أدرك الأنبياء أن النور سيشرق من صهيون اللي هي القدس، ويمتد إلى العالم أجمع من اليهود والأمم، وأن الروح القدس سيفيض بمواهبه وثماره على البشر جميعا. الحقيقة اليهود من أيام السيد المسيح وحتى اليوم بيستنوا مخلص، عايزين مخلص من نوع خاص، زي الشمشون الجبار، زي داود، بيبصوش على الأوصاف التانية. فلما جه السيد المسيح معرفوهوش. حاول القديس يوحنا المعمدان يكشفوا ليهم، وقال لهم في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه. بولس الرسول بيقول لأنهم لو عرفوا أن ده المسيح لما صلبوا رب المجد. الأنبياء بتعلن عن مجد وسلطانه. واندهش أشعياء لما رأى جلال السيد المسيح، وبيقول كشاة صامتة أمام جزيها. تنبأ داود في مزمور 41 عن خيانة يهوذا، وتحدث زكريا عن مبلغ الرشوة اللي اتدفع ليه، وكيف اشتروا حقل لدفن الغرباء، وتحدث داود عن شهود الزور الذين قاموا على السيد المسيح. أشعيا شاف السيد المسيح وهو بيتجلد ويبصق عليه، وداود سجل بالروح كيف سقبوا يديه ورجليه.
حاجة عجيبة إن الكتاب المقدس كتب مع ناس قديسين مسوقين بالروح القدس. يشوف داود ما جرى للسيد المسيح بالاستهزاء واقتسام العسكر لملابسه، وكيف أعطوه خلا، وكيف وما هي الكلمات التي نطقها يسوع على الصليب، ودي في مزمور 22 لما قال وكلكم تفتكروها وبنقولها يوم الجمعة الكبيرة: إلهي إلهي لماذا تركتني، في يدك أستودع روحي، مزمور 31. موسى النبي، شوفوا ده فين، وداود النبي بعديه وزكريا بعديهم، التلاتة سجلوا وتنبهوا عن عدم كسر الساقين بتوع السيد المسيح، ولكن اتكلموا عن الطعن بالحربة. موسى في خروج 12، وداود في مزمور 34، وزكريا في إصحاح 12. اتكلموا عن دفن السيد المسيح في قبر يوسف الرامي، دي في إشعياء 53، وتكلموا عن القيامة والصعود والنصرة، وعن وقوفه على جبل الزيتون مع تلاميذه قبل صعوده إلى السماء. تمت نبوات الأنبياء التي تنبأوا بها في الماضي، ولا بد أن تتم النبوات في المستقبل، لأن بولس الرسول بيقول: الآن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له، ولكن يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة. سيد المسيح وعد في رؤيا 22 أنه يأتي، ودي كل حاجة يتمناها المؤمن من قلبه: نعم أنا آتي سريعا، تعالى أيها الرب يسوع. كل اللي أنا بقوله لكم ده يوضح ويؤكد أن الأسفار المقدسة شهدت للسيد المسيح، والسيد المسيح شهد الأسفار المقدسة، يبقى اللي احنا بنتكلم عليه عبارة عن وحدة واحدة.